فقال: ما تفعلين يا أم سليم؟ قالت: آخذ عرقك يا رسول الله. طب بتاخدي عرق النبي تعملي بيه إيه؟ قالت: لأطيب به المسك. يا الله، ناخد العرق بتاعك علشان نحطه على المسك، عشان المسك تبقى ريحته حلوة. صلى الله عليه وسلم. الحالة دي من الحب الجارف الذي كان عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وورثوه لنا جيلا بعد جيل، فنحن ورثنا هذا الحب عن آبائنا وأمهاتنا. انت ممكن تجد الآن من أمهاتنا اللي هم ممكن يكونوا بيعرفوه الشعر ولا يكتبوا، لما تقعد تتكلم معاها عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تجد في قلبها من الحب الجارف له عليه الصلاة والسلام ما لا يوصف، ما لا يوصف. الحب الذي لم يقع من بشر لبشر على الإطلاق، يعني ما فيش حد في الدنيا دي كلها من لدن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، ما فيش واحد في الدنيا دي الناس حبته زي المسلمين محبوا النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه. فيش حد في الدنيا كلها نال هذه المحبة، المحبة اللي هي إيه يعني، تصل إلى أعمق أعمق أعماق القلوب، اللي هي أكتر من أي شيء تاني. فيش حد في الدنيا تحب زي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. مسلمين بيحبوا النبي حب جارف، حب غير عادي، حب غير طبيعي. النبي عليه الصلاة والسلام عندنا أعلى وأحب من كل شيء ومن أي شيء. أحب إلينا من أنفسنا، أحب إلينا من آبائنا، حب إلينا من أمهاتنا، حب إلينا من أبنائنا، حب إلينا من كل شيء عليه الصلاة والسلام. لذلك لما بنتكلم عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بنحس إن إحنا سعداء، مجرد إن إحنا قاعدين بنتكلم عنه بنبقى سعداء، نبقى مبسوطين. صحيح. إن إحنا بنتكلم عن حبيبنا عليه الصلاة والسلام. ودايما ذكر الحبيب يكون مصدر للسعادة، وهو أحب الخلق إلينا عليه الصلاة والسلام. صلى الله. إخواننا خطباء المساجد وأئمة المساجد، أحيوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد، لأن السيرة تجمع كل نواحي الحياة. هتجد في أحداث السيرة دروس عقدية ودروس فقهية ودروس أخلاقية ودروس سلوكية، بالإضافة لأهم درس في السيرة وهو ترقيق القلب، لأنك لما بتتكلم عن النبي قلبك بيرق عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. لما تتكلم عنه قلبك بيرق عليه الصلاة والسلام، لأن هذا شأن المحب. المحب لما بيتكلم عن حبيبه قلبه بيرق. صلى الله عليه وسلم. صلوات الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الدموع في حب النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. نقول إن إحنا نعلم أبنائنا ونعلم أنفسنا. صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أقدر هذه الدموع التي نزلت في حب النبي صلى الله عليه وسلم، وقدر محبتكم للنبي صلى الله عليه وسلم، لما لا وهو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. نعم، عليه الصلاة والسلام. عايزين نقول إن إحنا نحيي هذه الدروس في بيوتنا وفي مساجدنا مرة تانية، ونعلم الناس، نعلم الناس سيرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. خلينا بقى ندخل في موضوعنا.